مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. يبقى الشاعر صورة لوطنه، يبقى صوتا مشرفا، ومن خلال كتاباته يحاول أن ينتمي لحضارته معتزا بثقافته وموروثاته لا ينسلخ عنها، إنما هو مؤمن بأن انبعاثات الإبداع في روحه إنما هي كانت ولا تزال جزءا من إيمانه بفكرة الوطن، ومن هذا الحق الذي لا يغيب لا عن الشاعر ولا عن القصيدة. مشاهدينا، في حلقة هذا الأسبوع نستضيف الشاعرة إيمان الكاشف من جمهورية مصر العربية. حيا الله أستاذة إيمان، حللت أهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد، مرحبا بك. مرحبا بك أستاذة إيمان. في البداية يعني إطلالة على نافذة إيمان الكاشف، شيء من السيرة الذاتية، شيء مما تودين للجمهور الذي يتابعنا معرفته، تفضلي لك الكلمة. السلام عليكم. أنا يعني أكتب الشعر، أنا أعتبر نفسي أني ولدت شاعرة، لأني اكتشفت موهبتي في الشعر وأنا في العاشرة من عمري، ولكن قبل ذلك حتى كانت لي محاولات، كنت أكتب أشياء بالعامية، وكنت أحب دائما الأغاني وأتخيل، يعني أسرح وأشرد كثيرا وأكتب أشياء في ذهني. وعندما يعني وصلت إلى مرحلة الجامعة درست العروض وعلمت نفسي بنفسي، وبدأت في حضور الندوات والأمسيات الشعرية، ولكن انقطعت عن الوسط الثقافي لمدة 15 عاماً، ثم رجعت من جديد وأنا في الأربعين من عمري، وأنا الآن في 45، ولا أخجل من أن أقول سني. جميل. ولكن أعتبر نفسي ما زلت أتعلم كل يوم، أتعلم شيئاً جديداً. أعتبر نفسي ما زلت أتعلم كل يوم، أتعلم شيئا جديدا. لفتتني جدا هذه العبارة أستاذة إيمان، أريد منك أن تكملي على منوال هذه العبارة. يعني هل ترين أن الشاعر أو الشاعرة الحقيقيين ينبغي عليهم أن يؤمنوا بفكرة أنه في كل يوم عليه أن يتعلم الجديد، عليه أن يكون أكثر تواضعا، عليه أن يكون أكثر طمعا بالمعرفة والتعلم والاستزادة؟ طبعا، لأن الشاعر يعني كلنا لازم نتعلم، يعني ربنا لقد خلقنا الله لنتعلم. الإنسان الذي يقول لقد علمت فهو لا يعلم شيئا، يجب أن يكون الإنسان متواضعا وأن يقبل على العلم، حتى إذا كان في 80 أو في 90 من عمره يظل يتعلم إلى آخر نفس في حياته. أسأل الله أن يطيل عمركم وأن يمدكم بالصحة والعافية والتألق علما وسيرة وانتشارا وإبداعا لا يتوقف. إلى أولى القصائد التي تودين أن تلقيها على مسامعنا، على جمهورنا الطيب الذي يتابعنا في كل مكان، تفضلي أستاذة إيمان. بما أننا نعيش الآن مرحلة صعبة، فأنا أحب أن أبدأ بفلسطين وأنتهي بفلسطين، لأن الذي يحدث هو لا يمس الفلسطينيين وحدهم، ولكن يمس الأمة الإسلامية، كلنا عرب ومسلمون، والمصريون بصفة خاصة هم أقرب للفلسطينيين من ناحية الحدود، لأن الحدود واحدة. وأنا أقول دائما أنه لا ينبغي أن يكون هناك حدود بين الدول العربية. جميل. لا ينبغي أن يكون هناك معبر يفتح ويغلق، بل يجب أن تكون الحدود لا حدود ولا تأشيرة، وأن تكون عملتنا واحدة، وأن نكون يدا واحدة لننتصر على الأعداء بإذن الله. وهذه القصيدة بكيت أنا أكتبها، هي بعنوان فلسطين في القلب، بكيت أنا أكتبها وبكيت أنا ألقيها في إحدى الأمسيات، وكلما قرأتها بكيت. أقول فيها: ألا يا أمة الإسلام هبي، ودقي للجهاد طبول حربي. ألا يا أمة الإسلام هبي، ودقي للجهاد طبول حربي. فهذا المسجد الأقصى أسيرا ينادي المسلمين
ولا ملبي أستاذة إيمان، حاولي وغزة. أثناء الإلقاء أن تنظري إلى الكاميرا ما استطعت إلى ذلك سبيلا حتى تواجهي المتلقي الذي ينظر إليك. تفضلي من جديد. لأني أقرأ من اللابتوب. لا بأس، لا بأس في ذلك. أقول من البداية: تفضلي. ألا يا أمة الإسلام هبي، ودقي للجهاد طبول حربي، فهذا المسجد الأقصى أسيرا ينادي المسلمين ولا ملبي، وغزة تحت قصف النار باتت، وما فزع النيام لهول خطبي، فماذا بعد تنتظرون؟ فماذا بعد تنتظرون حتى تثوروا والدماء بكل درب؟ لقد قصفت على الجرح المشافي، وغزة دون أدوية وطب. كمال من على كرسي دمع دعا أخويه مات دون ذنب. وجاءت أم يوسف في بكاء وقد أكل ابنها بنيوب ذئب. وما سيارة مدوا إليه أياديهم فغاب بجوف جب. وذلك والد وبكى بنيه يلملم لحمهم من كل صوب. وروح الروح ودعها أبوها بآخر قبلة وعناق صب. دم الأطفال عار في جباه توارت خلف إنكار وشجب. ألا فلترحموا طفلا بريئا شربتم من دماه بشر نخب. ويرجف مثل عصفور جريح بكى جوعا ومن برد ورعب. ولم يذهب لمدرسة وصف فقد نال الشهادة دون كتب. تحاصر غزة ليباد شعب سيحيا دون حاجته لعرب. كما أمسى قريش حاصرتنا فأبدينا الصمود بعز شعب. فلسطين كما الإسلام تبقى ولن تمنى بتغييب وحجب. ويفنى كل من جاءوا شتاتا كنمل ناسل من كل حدب. لقد وعد الإله وقال حقا وطابقت الوقائع أمر ربي. غدا غدا سيهب للأقصى رجال أتوا بالنصر من شرق وغرب. ولا يخشون في الأخرى مماتا ولا تغريهم الدنيا بكسبي. إذا في حب خالقنا صدقنا فلسطين تصير بكل قلبي. إذا في حب خالقنا صدقنا فلسطين تصير بكل قلبي. وهي حتما بكل قلب. أحسنت، جزاك الله خيرا. لفض فوك أستاذة إيمان. عن إيمان الشاعر بشكل عملي بقضايا أمته الكبرى، حدثينا في هذا الأمر. طبعا ينبغي أن يكون الشاعر مؤمنا بقضايا أمته وأن يكون متفاعلا عنها. يعني الشاعر الحق لا ينعزل في برج عاجيا ولا يهتم بقضايا أمته. أرى كثيرين من الشعراء والأدباء لا يتحدثون عن قضية الأمة، ويتحدثون في تفاهات، ينشرون شعرا غزليا رخيصا، أو يتصورون وهم فرحون ولا يحسون بالمصيبة التي يعاني منها جيرانهم وإخوانهم في الدين. فطبعا هؤلاء يعني في نظري هم متصهينون، وبعضهم يدافع عن يعني لا يرى يدين المقاومين، يدين المقاومة، ويرى المقاومة إرهابا.
لكن أستاذة إيمان، هؤلاء قد يقول دائما القائل منهم مثلا: الحزن في القلب ولا نريد لأسباب حياتنا أن تتعطل مثلا. لا، الحزن في القلب نعم، ولكن مثلا أنا لا أقصد قصائد الحب في يعني في كل زمان ومكان حتى وقت الحرب، ولا يتعارض مع الحزن، ولكن أقصد المنشورات التي فيها رخص والناس التي الذين تعكس يتصورون تنصل أصحابها وانسلاخهم من هذه القضية وعدم اهتمامهم ينسلخون. فيها. هناك فرق بين إنسان ينسلخ من قضيته وبين إنسان يعيش حياته، والفلسطينيون أنفسهم يعيشون يعملون بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعيشون لدنياهم كأنهم المؤمن يجب أن يعيش لدنياه كأنه يعيش أبدا، وفي نفس الوقت هم يحبون الشهادة كأنهم سيموتون غدا. هم شعب يعشق الحياة وفي نفس الوقت يعشق الشهادة، والأمران لا يتعارضان. الأمران لا يتعارضان، وكذلك المبدأ وصاحب هذا المبدأ لا يمكن أن يتخلى عنه، لأنه مؤمن بهذه القيمة، مؤمن بهذه الرسالة، مؤمن بهذه المثل العليا التي ينبغي أن يشربها الآخرين. ولا يمكن أن يحصل هذا إلا إذا كان هو في البداية مؤمنا بهذه الرسالة، حتى يتجلى الإيمان في نفوس من يقرؤون مثل هذه النصوص العالية التي ينتمي فيها الشاعر لأوجاع أمته. إلى قصيدة جديدة أستاذة إيمان، اقرأي علينا ما تحبين الآن من القصائد التي أعددتها لهذا اللقاء، تفضلي، نحن جاهزون لنسمع. هناك قصيدة فزت بها مؤخرا في القائمة القصيرة لمسابقة دار ديوان العرب للنشر، وهي بعنوان مقامك عندي. نعم تفضلي، يسعدنا أن نستمع إليها. علمت حبي، علمت حبي ولم تعلم بمقداره، فزر محبك واقصد مصر في داره، وانظر لعينيه تبصر فيهما ملكا يصفو سوادهما من شهد أنواره، واسمع لقلب ينادي عند خفقته بأجمل اسم ولا يعيا بتكراره، والمس يديه تجد جمرا بثلجهما، وجنة القرب لم تطفئ لظى ناره، يا من سيوحشني والعين ترقبه بعين يعقوب في رد لإبصاره، تلملم الدر من عين بها اتلقت نجومها فأنارت حزن أقماره، وتمسح الدمع فوق الخد منسكبا ندى تلألأ في أوراق أزهاره، أرنو إليك طويلا مثل مرتحل في البحر يغرق لا ختم لإبحاره، طالعت فيك كتابا دون ترجمة لم ينجح العقل في فك لأسراره، كأن قلبك سجن حوله حرس لم يستطع معولي هدما لأسواره، يا من قبعت بجب لا رشاء له وما قدرت بحبي سبر أغواره، يا من يحدثني والحجب تفصلنا ولم يزح قربنا من عتم أستاره، تحبني أم ترى غيري شغلت بها يا من عييت ولم أظفر بأخباره، قل كلمة يطمئن القلب إن نطقت ربي الخليل أراه سعي أطياره، وإن تقلها فلن تضنيك أسئلتي، الروض ما همني لا قطف أثماره، أما إذا لم تكن حقا تبادلني حبي فإن الهوى راض بأقداره، في كل حال أنا أهواك يا قدري، لا يشغل النهر تأخير لأمطاره، لو لم نجمع بدنيا الزيف
يجمعنا في الخلد قصر لنا من فوق أنهاره. هل يحزن المرء في صوم بعاجلة إذا مع المصطفى يحظى بإفطاره؟ وأنت لي موقن قلبي ومرتقب، لكن متى طيره تهدى لأوكاره؟ إني الشتيتة كن أرض المعاد لها، قلبي التقى وطنا من بعد أسفاره. كن لي فقد قال كن رب الورى سلفا، لما هدى شطر روحي نحو أشطاره. يا من أخص به شعري وإن عميت عني القوافي في سيال أشعاره، أتلو عليه قصيدا إن قضيت به، فما استطعت بموتي لفت أنظاره. يصغي إلى الشعر كي بالصمت يقهرني، ولا تشق سيولي صلب أحجاره. لكن صبري كحبي لا حدود له، مهما يدي أدميت من شوك صباره. وقد أطيق العمى والموت أنشده، ولا يفارق غصني ظل أشجاره. هو الوجود وإني دونه عدم، كصمت عود بكى من قطع أوتاره. لو كان يدرك حجم العشق لانتقلت إليه عدواه، لم يعبأ بأخطاره. ماذا أقول وكلمات الهوى صغرت، ولم تصف بشعوري عشر معشاره. قل لي بأنك آت لو على جمل، كن المهاجر آخوه بأنصاره. قل ما تريد وكتم ما تشاء، وهل حمام ثور أتى المختار في غاره؟ دعني على باب غار أنت تسكنه، وأحرس السر لا أسعى لإظهاره. يا أيها الملك المخبوء في صحفي، يمضي الزمان وينمي عمق إكباره. أفارق العيش لكن لا أفارقه، لو المحال يشاء أجري لإحضاره. حاشا أخون وفي سري أوقره، ولست أرغب في استكناه أفكاره. بل كل ما أبتغي يدري مدى شغفي، وأن أراه بعمري قبل إدباره. فهل علمت بعشق في الدماء سرى؟ لن يستطيع النوى وقفا لتياره. وهل علمت بعمق الشوق أكتمه؟ عشقت بدرا ولا يدري بمقداره. عشقت بدرا ولا يدري بمقداره. ما أحسن هذا الدمج، ما بين الوطن وما بين النبي وما بين الحب الذاتي. أفكار حب متجاورة طرحت بهذه القصيدة، أفكار حب متعددة وأشخاص كذلك متعددين وجدناهم حاضرين بقوة في هذه القصيدة. أنا عندي حب المحبوب لا ينفصل عن حب الله، بل حب البشر قد يؤدي إلى حب الله عز وجل، وقد يقوي من هذا الحب، وقد يدخل المرء ما أسميه جنة الدنيا قبل جنة الآخرة. أحسنت كثيرا أستاذة إيمان. لابد بعد هذه القصيدة من استراحة قصيرة. مشاهدينا الكرام، إلى فاصل ومن ثم نواصل.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى جمهورية مصر العربية مجددا، ومن هناك ضيفتنا في هذه الحلقة من بيت القصيدة الشاعرة الأستاذة إيمان الكاشف. حيا الله أستاذة إيمان، أهلا وسهلا بك من جديد معنا في بيت القصيد من خلال قناة الرافدين. قبل أن نعود إلى الشعر مجددا أستاذة إيمان، إذا أردنا أن نتحدث عن أبرز القيم الواجب أن تتوفر بالنص الشعري المعاصر من وجهة نظرك، وتحرصين كثير الحرص على يعني استحضارها في قصائدك وإحيائها. أولا ينبغي، والشعر عبارة عن شعور، فينبغي للشعر أن يكون نابعا من شعور صادق وقوي لكي يمس قلوب الناس، لكي يصل إلى القلوب لابد أن يخرج من القلب. نعم. هذا أولا. وهناك طبعا لابد للشاعر أن يتمكن من أدواته، لابد أن تكون لغته سليمة، ولابد أيضا للشاعر من أن يطور من أدواته، وأن لا يقف في أرضه ويكتفي بما وصل إليه ويقول أنا ملك الشعراء، أنا أمير الشعراء، أنا كذا. ولكن الشاعر دائما يرى نفسه مقصرا ويرى نفسه سيكون أفضل من ذلك، ولذلك أنا كل نص أكتبه يكون أراه أفضل من سابقه، وأعتقد أن أجمل قصيدة سأكتبها هي آخر قصيدة سأكتبها في حياتي. طيب حدثينا عن القيم، القيم التي تحرصين على حضورها في قصائدك، أبرز هذه القيم. لابد أن تكون القصيدة لا تتنافى مع الدين والأخلاق، وألا يكون بها شيء يغضب الله عز وجل، لأن ما نخطه في صحفنا اليوم سيكون موجودا في صحفنا غدا في الآخرة أمام الله تعالى. يا سلام. فلا ينبغي أن يكتب الشاعر كلمة يخجل منها. هل يحضرك هذا الهاجس أثناء الكتابة أم في اللاوعي يكون مسيطرا عليك من قبلها؟ يعني فكرة الحساب وفكرة أن الكلمة محسوبة عليك، هل تحضرك أثناء كتابة النص أم أنها موجودة مسبقا لديك؟ هي موجودة مسبقا وتحضرني أثناء الكتابة وفي كل وقت، وليس كذلك فقط، ولكن الإنسان ينبغي أن يضع في حسبانه أن يفكر أن الكلمات سيثاب عليها. لا أحب أن أكتب كلمة أعاقب عليها وفي نفس الوقت أحرص على كتابة كلمات أثاب عليها، أحرص على أن تكون في ميزان حسناتي، وأن أحاول أن أرتقي باللغة وأرتقي بالشعر وأرتقي بالمشاعر. فالشعر هو رسالة. أحسنتي، يعني هذه الإجابة تذكرني ببيت شعر شهير لصاحبها الذي يقول فيه: وما من كاتب إلا سيبلى ويبقي الدهر ما خطت يداه، فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. أحسنتي كثيرا أستاذة إيمان. الآن إلى موضوع آخر، وأنا لا أريد أن أخلق خلافا، وإنما أريد أن يعني أستبين وأستوضح وجهة نظرك الشخصية في هذا الموضوع. هناك من يرى أن المرأة فقط للبيت، فقط ل يعني مراعاة شؤون أبنائها وما إلى ذلك، وقد يعني ينظر بعضهم نظرة مستهجنة لفكرة أن تكون المرأة ذات إبداع بما فيه إبداع الكتابة الشعرية. ما رأيك في ذلك؟ لا، هو هذا لا يتعارض، يعني يمكن أن تكون المرأة شاعرة ومبدعة وعاملة وتعمل خارج البيت، وفي نفس الوقت تعمل داخل البيت وتحرص على تربية أبنائها، الأمران لا يتعارضان. فكرة أن المرأة شاعرة وتلتزم قواعد دينها وتحترم عادات وتقاليد مجتمعها، أنت ترين أنها لا تتعارض مع حقها بأن تكون مبدعة في أي مجال كتابي بما فيه الشعر؟ نعم. طيب إذا ما وجهت في المجتمع كيف ستواصل باعتقادك؟ نعم، لا أسمع. قلت لك إذا ما وجهت بالمجتمع مثلا، إذا ما حوربت، وقد يحصل هذا أحيانا، كيف ستواجه؟ كيف ستثبت أحقيتها؟
طالما كانت المرأة ترضي الله ولا تفعل شيئا يغضب الله فلا يهمها المجتمع، عظيم، مهما عارضها المجتمع فلا يهمها الناس. أحسنتي أحسنتي كثيرا. نريد أن نذهب إلى الشعر من جديد، طالما أننا لا نغضب الله وطالما أننا متمسكون بأخلاقنا الحميدة، قيمون على أخلاقنا، يعني مؤدون إلى ما علينا من واجبات، كل ما علينا من واجبات، فستكون هذه الأمور من المباحات المحببات طالما أنها لا تتعارض وصحيح الدين وما نزل علينا وما فرض علينا من يعني أحكام سماوية عادلة. إلى الشعر من جديد، أستاذة إيمان تفضلي. سأقرأ قصيدة فزت بها في جائزة ناجي نعمان الأدبية، وهي بعنوان الحياة بعد الموت. كل قصائدك التي اخترتها لنا قصائد فائزة أو مرشحة للفوز، ما شاء الله، زادك الله فوزا دنيا الكتب وآخرة. التي كتبتها مؤخرا أفضل من القصائد التي كتبتها في السابق، وبإذن الله القصائد التي سأكتبها مستقبلا ستكون إن أفضل. شاء الله، هذا ما نرجوه لك ولكل مبدع مثابر، تفضلي. جرى بدمي، جرى بدمي، لكنه ليس من دمي، ويسكنني والطرف عن نوره عمي، أكتم حبي في عميق حشاشتي، ولكن شعري ليس بالمتكتم، وأطمع في وصل ولكن أخافه، وما خطوي الهياب بالمتقدم، ويصدق كذبي إذ أناديه يا أخي أخي، وأعز الأصدقاء وملهمي، حبيبي أبي الثاني، أبي الثاني الذي إن فقدته أكن كيتيم ميت الروح معدمي، هو الناس والأحياء والكون كله، ومن دونه الدنيا كقبر مهدم، سأقضي وأبياتي تغنت بحبه، وأبياته قدام عيني وفي فمي، سأقضي معي أهلي ولكن وحيدة غريبة دار دمعها في ترحمي، توضأت بالدمع الزكي وغسلت ذنوبي بترب كان منه تيممي، فجئتك في قبري وجئتك في السماء بدمع مشوق عاشق متبسم، فعانقت روحي في العناق تمازجت بك الروح، حتى خفت تكسر أعظمي، فعانقت روحي في العناق تمازجت بك الروح حتى خفت تكسر أعظمي، فقلت نسيت العظم في القبر راقد، هتفت نسيت الموت بعد تنعمي، أنا الآن أحيا، أنا الآن أحيا منذ حان لقاؤنا، وكان الردى في البعد عنك تألمي، ولاح لنا نور من البعد قادم، فناجيتني صلي عليه وسلمي. فناجيتني صلي عليه وسلمي، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يعني تحيطنا نفحات هذا الشهر الكريم، وفيه لابد من تهنئة لكم وللأمة العربية والإسلامية، ونسأل الله أن يجعل هذا الشهر مقدمة لبشائر كثيرة يعني تجمع الأمة من جديد على كلمة الحق. أستاذة إيمان تحياتنا لكم، وما زلنا مستمرين معكم لكن لابد من استراحة جديدة. مشاهدينا الكرام، إلى فاصل جديد وبعده نعود، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد، وصلنا إلى الفقرة الأخيرة في حلقة هذا الأسبوع من برنامج بيت القصيد، ومعنا من جمهورية مصر العربية
الشاعرة الأستاذة إيمان الكاشف، أهلا ومرحبا بك أستاذة إيمان. عن قصيدة المناسبات، هناك من يرى أنها يعني دخيلة على الشعر، أنها تخرج الشعر من حالة الشعر والشعور إلى حالة النظم والصنعة والتصنع، ما رأيك في هذا الموضوع؟ نعم، أنا أعتقد هذا يعني قصائد المناسبات يعني هي نوع من النظم وليس من الشعر، إلا إن كان هناك مناسبة تهم الشاعر ويكتبها وهو يشعر بها ويتفاعل معها وليس يكتبها لأنها طلبت مجاملة. منه، نعم يعني أن يكتبها عفو الخاطر، لا أن يطلبها لمجرد نعم أن أحدهم طلبها منه. أو طيب، إذا أردنا أن نتحدث عن فكرة قصائد الجوائز، قد يقول أحدهم إن شعر المناسبات لا يختلف عن شعر الجوائز، أم أن شعر لا الجوائز أنا باعتقادك لا أكتب مختلف؟ لا أكتب القصائد خصيصا لجائزة ما، ولكن مثلا تكون عندي قصائد كتبتها فأقرأ عن مسابقة فأقدم فيها بما عندي من القصائد، ولكن لا أكتب قصيدة خصيصا لمسابقة تحت شروط معينة. أحسنت كثيرا. إذن أنت ترين أنه حتى يعني الجوائز الشعرية المطروحة، إذا ما أراد شاعر أن يشارك بإحداها فعليه أن يقدم نصا كتبه يتواءم مع اشتراطات هذه الجائزة، لا أن يكتب لها خصيصا نصا على مقاسها. نعم. إلى قصيدة جديدة، نريد أن نسمعك من جديد أستاذة إيمان، تفضلي. بمناسبة قصائد المسابقات سأقرأ قصيدة أيضا فازت في مسابقة الاتحاد العربي للثقافة، وهي تفضلي. بعنوان القدس عادت عندما يعني كل عام وأنتم بخير بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم، وأسأل الله أن يزيح الغم عن الأمة خلال هذا الشهر وأن تتحرر فلسطين، لا أدعو فقط بوقف إطلاق النار، ولكن أتمنى أن تتحرر فلسطين قريبا إن شاء الله، وسيحقق الله بإذن وعده، الله. وإني واثقة من وعد الله إلى حد أن كتبت القصيدة بصيغة الماضي، القصيدة بعنوان القدس عادت، لم أقل القدس ستعود ولكنها عادت فعلا لأني متيقنة من وعد الله عز وجل. أقول فيها: والنعمة بالله، تفضلي. صليت في المسجد الأقصى، صليت في المسجد الأقصى وقد وفد حولي النبيون والأحرار والشهداء، سجدت شكرا ودمع العين يسبقني، فقبل وجهي على أرض الفدا سجدا، دم الشهيد عتيد في ضمائرنا، على كرامتنا أو ذلنا شهدا، ما مات من أيقظ الإحساس في حجر لما ارتوى بدماء الإخوة ارتعدا، فقام منتفضا من غفوه وصحت فيه الكرامة تحيي ميتا رقدا، وحرر القدس بالإيمان مبتدأ فثار ضد عدو الله واحتشدا، يا سلام. علام يخشى كلابا خلفه نبحت، والكلب مهما عوى لا يرعب الأسد، بل العدو جبان فر مبتعدا، بل العدو جبان فر مرتعدا، كالجرذ إن لمحته الهرة ابتعدا، عبد لدنياه يخشى الموت ليس كما نحبه لننال الخلد والرغد، ففي الشهادة عيش ليس يعرفه من يحرصون على عيش بدا كردا، وهل نبالي بذر تحت أرجلنا وقد عظمنا وفقنا خصمنا عددا، والله يرسل جندا كي تؤازرنا إن استعنا به يشدد لنا العضد، هل نستحق تراب القدس في يدنا؟ هل نستحق تراب القدس في يدنا وجلنا بقبور الجبن قد وئدا، ولم يجاهد سوى بالصمت مدعيا بطولة وهو عن حرب العدا قعدا،
قيل افتراء فلسطين قضية من قد حاز عزا بأن من رحمها ولدا، وإنها لبني الإسلام موطنهم، صارت لهم دينهم والأرض والبلد. من لم يدافع عن الأقصى كمن غصبت أمامه أمه في الصمت قد جمد، يرنو إليها بعين الذل دامعة، ولم يمد إزاء المعتدين يدا. يا مسلمين أفيقوا، يا مسلمين أفيقوا من سباتكم ومن معاصمكم، فلتخلعوا الصفدا. لن ينصر الله مخذولا ومنتظرا مد السماء وما في أرضه اجتهدا، بل ينصر الله من أقواله عمل، فيبصر النصر بعد الصبر والمدد. أنعم بعبد إذا المولى يناصره، إن حارب الكون يصبح ربه السندا. القدس عائدة والوعد ينجزه، رب عليم يوفي كل ما وعدا. إن قلت عادت فإني لست كاذبة، ماض لدى الله ما فينا يصير غدا، ماض لدى الله ما فينا يصير غدا، ماض لدى الله ما فينا يصير غدا. أحسنت كثيرا أستاذة إيمان، طابت هذه الحكمة وطاب هذا الأمل الذي يرتقب حرية جزء أصيل من هذه الأمة ألا وهو فلسطين. أستاذة إيمان، باعتقادك ما الذي نحتاج إليه حتى يتحقق مثل هذا الوعد وهذه النبوءة؟ وأرى أن الله يؤخر النصر ليبتلينا أكثر وليبتلي صبرنا، وحتى نكون أكثر إيمانا وأكثر ويعني لكي نستحق أن نكون عبادا لله الذين نسبهم الله لنفسه. نعم. ونكون عبادا له، يجب أولا أن نكون مخلصين في عبادته، وأن نجاهد يعني ليس بالضرورة أن نجاهد بالسلاح، ولكن كل حسب ما يستطيع، كل ميسر لما خلق له. كل ميسر لما خلق له. نعم. يعني نحن نجاهد، نحن الشعراء نجاهد بأقلامنا، والقلم في يد المبدع لا يقل أهمية عن السلاح في يد المقاتل. نعم. القلم مصدر تنوير وهو بيد المبدع لا يقل أهمية عن السلاح بيد المقاتل، تقول إيمان الكاشف. ظل أن تضيفي متفضلة طبعا أن فكرة إحياء القضايا الكبرى في نفوس شباب الأمة كونهم هم مرآة شعوبهم الثقافية، يعني هؤلاء الشعراء عليهم أن يحيوا القضايا الكبرى بنفوسهم حتى تأتي في أقلامهم وإبداعاتهم، وبالتالي يكونون مصدر تنوير للآخرين. نعم. نريد قصيدة جديدة الآن. سأقرأ قصيدة هي في الحب وعن فلسطين في نفس الوقت. تفضلي. بعنوان قرب اللقاء. تساءلت في أي البلاد سنلتقي، وقد نلتقي في القدس بعد التحرر، وفي المسجد الأقصى تكون صلاتنا، وفي موضع بالأنبياء مطهر، إلى حيث أسرى الله ليلا بعبده، سيسري بنا في ليل نصر مؤزر، نصدق وعد الله مذ كان آية، وفي اللوح مكتوبا ببث مصور، تيقن قلبي أن للقدس عودة، كما أنت لي يوما فلا تتأخري، تأخر نصر الله لكنه أتى، فقد كان قبل الكون كل مقدر، فقد كان قبل الكون كل مقدر، فقد كان قبل الكون كل أو كل مقدر. أحسنت أستاذة إيمان. قبل أن تقرأ لنا القصيدة الختامية سنتناقش نقاشا بسيطا لنصل
إلى إجابات تعكس وجهة نظرك تجاه بعض القضايا، والشعر هو القضية الرئيسية أو الرئيسة كما يقول بعضهم. أستاذة إيمان، ما الذي تريده إيمان الكاشف من الشعر، أو بصيغة أخرى ما الذي يريده منها كذلك؟ أنا لا أريد شيئا، أنا أكتب الشعر لأني شاعرة، كما خلقنا الله سبحانه وتعالى لأنه خالق. نعم هو خلقنا لنعبده، ولكنه ليس بحاجة إلى عبادتنا. وأنا أكتب الشعر لأن للشعر نفسه، لا أريد من ورائه جائزة ولا شهرة ولا مالا ولا أي شيء. بالعكس، هو الشعر قد يجلب المتاعب للشاعر. طبعا فكرة الخلود والقصيدة الأجمل هي القصيدة التي لم تأتي بعد، وهذا الشاغل الدائم لكل شاعر يحاول أن يحفر اسمه عميقا في وجدان أبناء أمته، عن فكرة أن يبقى شيء مني في الوجدان، في الفكرة أو في الفكر أو لدى يعني أبناء الوطن أو لدى أبناء الأمة ككل. هذا الهاجس، هاجس تخليق الجديد الذي يستحق أن يخلد، كيف حاله مع إيمان؟ نعم بالطبع، أنا الشاعر يريد في داخلها أن يتمنى أن يكون خالدا في الدنيا، ولا خلود في الدنيا لكنه خلود نسبي. نعم. أن يكون خالدا في الدنيا بقدر مدة الدنيا، وأن يكون خالدا أيضا في الآخرة، وأن يكتب عند الله مع الخالدين. فالشعر، هناك من يكتبون شعرا غير مفهوم، وهذا الشعر هو للأسف أصبح منتشرا للغاية، ويكتب في قلب عمودي ولكنه غير مفهوم، ويحسبون أن هذه هي الحداثة، وهذا الشعر سيكون مصيره إلى الفناء، ولن يذكره أحد، ولن يخلد في الدنيا، وبالطبع لن يثاب الشعر عليه في الآخرة لأنه مجرد تخاريف. أما الشعر الذي يحمل معنى ويحمل مبدأ هو الذي سيخلد في الدنيا ويخلد في الآخرة بإذن الله. أخشى أنك فتحت على نفسك طاقة من النار في الدنيا، نار هؤلاء الذين يكتبون بهذه الطريقة، لا يهمني أحد، والذين ربما لن تعجبهم هذه الإجابة، لكن أكيد من حقك أن تقولي ما تشائين، ونحن فعلا أيضا نشجع، يعني أتحدث الآن عن نفسي كمتلقي، نشجع الكثير من النصوص التي تتسم بالوعي، من خلالها واضح من خلال قراءتها ما يريد الشاعر أن يقوله، يحترم فيها عقول قرائه ولا يتعالى عليهم، يقدم لهم ما هو مفهوم، ما هو سلس، ما هو قابل للهضم، وإن كان فيه العمق فإنه العمق الذي يقود إلى دلالة فهمية مقنعة، لا إلى طلاسم يعني مروعة وغير مقنعة، ولا تحمل من الإبداع إلا زخرفة شكلية سرعان ما تتلاشى. إنما الشعر شعور، ولا يسمى شعرا ولا يكون مندرجا تحت فكرة أنه ديوان العرب ما لم يكن جزءا من ثقافة العرب ويحاكي واقعهم، ويعني يسعى إلى تحقيق آمالهم وطموحاتهم. يعني انقضى الوقت سريعا، لكننا وصلنا إلى الدقائق القليلة المتبقية، نريد من خلالها قصيدة تصلح خاتمة لهذه الحلقة. أستاذة إيمان تفضلي. سألقي قصيدة بعنوان الله أراني. تفضلي. حرم الله على موسى المراضع، حرم الحب على قلبي سواك، أن في بعدك قلبي بالمواجع، فمتى تقصد مصرا كي أراك؟ لن تراني، لن تراني، قالها الله لموسى، لست ربي وأنا لست الكليم، لم يكن قلبي من الحب يئوسا، فرأى الجنة في قاع الجحيم، سيشق الله لي البحر وأعبر، وعصاي الصدق في دمع دعائي، يغرق الله الذي بالحب يكفر، فأرى الأقوام صرعى من ورائي، وأرى طيف حبيبي قد أهل مثلما البدر، مثلما البدر على باب المدينة، وعليه
سلم القلب وصلى كغريق مستجير بسفينة، لم يضيعنا الذي أحيا القلوب، أيد الحب بجند لا نراه، قد دعونا فوجدناه قريبا، قال لا تحزن لمكروب دعاه. الله أكبر. لم أشأ حبك والله اصطفاني، ومراد الله خير للعباد، لم أرى المحبوب والله أراني، فعرفت الخلد من قبل معادي، لم أرى المحبوب والله أراني، فعرفت الخلد من قبل معادي. دامت هذه الرؤية المتبصرة المتشبثة بحب الله غير المنفصلة عنها، التي تكتب بنقاء ووداعة. كل الشكر لكم أستاذة إيمان الكاشف، الشاعرة المصرية، كنت معنا في هذه الحلقة من بيت القصيد. مشاهدينا الكرام، ظل أن نشكركم أيضا على هذه المتابعة الحثيثة. في الأسبوع المقبل يتجدد لقاؤنا وإياكم رفقة شاعر آخر، وحتى ذلك الحين لكم منا أطيب التمنيات، ودائما ظلوا في أمان الله. إلى اللقاء.